السلام عليكم ورحمة الله، معكم عباد جيمنج، جيتكم فيديو جديد عن 7 ديدلي سينس جراند كروس خطايا السبع. فيديو اليوم راح نلعب بالمراحل الثلاثة الأخيرة من التاور، لأنه أنا أوريدي شارح من 1 ل 9، بس باقي 10 و11 و12 ما شرحتهم، لأنه أعتقد ممكن بكره يعملوا له ريسيت، فحبيت أشرح لكم إياهم كلياتكم لأنه في ناس لهلا ما ختموها كلها. طبعاً في مراحل كثير صعبة، لازم شخصيات معينة ولازم شيء معين. في شخص سألني على المرحلة الثانية، أعتقد المرحلة الثانية إذا ما عندك ميلاسكلا فيك تستخدم إليزابيث الزرقاء، بس مو 100% جارانتيد. وهلأ بقى بنيجي للمراحل الأخيرة، راح بلش من تحت من فوق لتحت، لأنه أوريدي فريق الـ 12 أنا جاهز. الفريق حاطط نناشي ورا مشان إذا ضربوني ينشال الأرباط من عليهم وما يقدروا يجيبوا ألتي، وحاطط ديريري مشان دمج، وحاطط شو اسمه مارلين مشان الدمج، وساريال حاطه مشان شغله واحده. اللفه الاخيره راح ندمج فيه، ليش؟ لانه اللي ضدك عندهم حركتين. اول حركه اذا عليك، اول حركه اللي هو بسيف او الوصيه تبع ميلاسكلا، انه اذا ما ضربت بشخصيه معينه، يعني اذا ما استخدمت حركه من شخصيه معينه بنحط عليك اجنايتين، ولما ينحط عليك اجنايتين بصير اللي ضدك بيضربك دمج زياده. كل ما عليك إجنايت أكثر كل ما بيضربك دمج أكثر. بس في شغلة، إذا قدرت تتنك وصار عليك 6 إجنايتات رح تعمل دمج مرعب. هلأ بنشوف، بس لنجرب إن شاء الله هالمرة نقدر نفوز المرحلة، وإذا ما قدرت فوزة ممكن نغير ديرياري وحط شخصية تانية بدال ديرياري. بس خلينا نشوف هلأ، نعمل هيك نعمل هيك مبدئيا. نحاول نقدر نعمل دمج باللي بس كانوا الكريت كمان بتعمل دمج كثير حلو كثير. يا رب ما يقتلها. دريالي شكلها راح تموت. الحلو ما عم يضربوا ساريال، وهذا الشيء جدا جدا رائع. هلا بنعمل هاي، بنعمل هاي، وبنعمل هاي. انا ما بدي اعمل تبع، والله كنت لازم اعمل تبع درياري، بس لا درياري ما عم تعمل دمج كثير، فمشان هيك منيح اللي سويناه. هلا الحلو انه عم يعطونا كثير كروت لمارلين، وهذا شيء جدا رائع، بس يا رب ما يقتلوها هلا بهي اللفه. ممكن تموت، ممكن نعمل هاي، نعمل هاي، وبنحاول نجيب التي ديرياري مشان اذا قتل مارلين نقدر اللفه اللي بعدها نقتله بديرياري. نشوف لمين حيعملها. حلو، بس في تبعها كانت شغاله. قتلوها، بصير مو مشكلة. هلا معانا ديرياري، صار عنا هلا 6 اجنايت. شوفوا قديش هلا قديش الدمج تبعه راح يكون 235,000 اتاك تبعه. شوف قديش اتش بيو. اما شوف مثلا ديرياري 19,000، يعني هلا 100% اعتقد اذا عملنا نعمل الالتي او نعمل الالتي ونعمل هاي، نعمل سينجل تارجت. يلا هي قتلنا لهاد. شوف الدمج اللي عم نعمله عليه، بس خلصناها. اهم شيء في شخصية عندك، والافضل تكون ساريال بالنص حاطه مشان ما يضربوه، وبالاخير بعد 6 ادوار او 4 ادوار بس يصير عليه 6 اجنايت تروح كل عليه. هي بالنسبه للمرحله رقم 12. هلا بالمرحله رقم 11 اللي ضدنا مين هو؟ اللي ضدنا هاد. هلا اللي ضدنا هاد، هدول الاثنين اذا ماتوا هو راح يعمل دمج مرعب. بدنا نحاول نعمل شغله، افضل تيم لهي المرحله هو تيم الكاونتر، بس راح نستخدم شخصيه استرسا. صح في احسن منه حاليا كاونترات، بس انا راح استخدم استرسل لانه هو راح يعمل دمج
او اكثر الناس عندهم اياه لاستروس، انه فيك تشتريه من الكوين شوب. لا ما فيك تشتريه من الكوين شوب، الاخضر ولا الاحمر من الكوين شوب، لانه اجى كثير بانرات. هلا تشاندلر ممكن ينفع، بس ما بعتقد يعمل دمج. جرب تشاندلر ولا خلينا نجرب استروسا، بس فيكم تجربوا تشاندلر وتشوفوا راح تقدروا تخلصوها ولا لا. وين استروسا؟ ديمن بيكو نحطه هون، ونحط عليه لايف ستيل لانه بدنا لايف ستيل، ونحط هون تدو شغله. عم فكر حط كينج. هلا هو لا فيك تحط، او الافضل انك تحط شخصيه ارثر الاخضر، بس انا راح اجرب كينج مره ونشوف هل راح يكون افضل ولا لا. وين كينج؟ ليكو، لانه كينج راح يعطيني ديفنس زياده. وهون بنحط جوثر، فيك تحط جوثر الاخضر او الاحمر اللي بدك اياه، وفيك تحط هون مثل ما قلتلكم تحطوا آرثر الأخضر، هيك ساعة فريقكم كله بصير فري. هذا إجا بمليون بانر، وآرثر عطوني إياه مجانا، وكوثر الأحمر عطوني إياه مجانا. نحط ورا شخصية بتساعد الخضر إذا بدكم مشان تعطيهم اتش بي زيادة مشان ما يموتوا. بنحط فيفيان، وين فيفيان؟ اتريبيوت اخضر فيفيان فيفيان فيفيان. فيك تحط كمان ليز اذا بدك، ليز الحمراء مشان تضل تعطيك اتش بي زياده لفريقك. احنا هنحط فيفيان مش تعطينا اتش بي زياده للخضر، ونحط لايف ستيل فود، نحط له اتاك فود. هلا الافضل تحط له اتش بي فود مشان ما يقتلون. نجرب اتاك ولا نجرب اتش بي؟ نجرب اتاك اول شيء، ما نفعت نجرب اتش بي. عليه جيرو هذا انه على زل دريس الجير. كينج عليه جيرو ولا حاطينه على حدا تاني كالعادة؟ لا عليه جيرو. خلينا نشوف راح نقدر نختمها ولا لا. اذا قدرنا نختمها ممتاز، اذا ما قدرنا نختمها بنغير التيم. بس عملك يعني هو اهم شيء، بس انت ما تقتلهم فورا للي على اليمين وعلى اليسار، وتحاول تقتل هاد قبل ما يجيب التي، لانه اذا جاب التي راح تصير كثير كثير مزعج. هلا بنحاول اللفه الاولى نعمل راح يضربون اتاك ديسيبل، عشان هيك اعتقد بدنا عمل هدول نزلوا فيه ضرب لعنوه. نعمل هيك نعمل هيك ونحاول نعمل هيك. شوف اذا ما مات لفة جاية كثير راح يكون اوكي. حلو كثير ممتاز، شايفين عم صرنا نقدر نضربه وما عم ينقص شي من اتش بينا لانه عم نهيل. عم يكرت عليه بس حلو كتير. هلا اللفة اللي بعدها رح نعمل شغلة أقوى. رح نحاول ما نقتله، لأنه إذا قتلناه، لأن قتلنا هدول الاثنين ما بيستخدم كارت كينج. إذا قتلناه راح يصير الاثنين يعملوا على اليسار راح يصيروا يعملوا دمج زيادة، بقى بنحاول نعملها هيك بس نحط درع على حالنا. هلا إذا مات ممكن يموت واحد. حلو كتير عمل الالتي عليه، ما مات، منيح ممتاز ما مات. حلو كتير بس بدهم يضربوا مليون ضربة. يا منيح عم يموت شوي شوي.
هلا بقى نعمل هاي، لا نعمل هاي مشان نشيل اللي علينا وهيك. هلا حتى لو ما قتلنا هذا الدور ما راح يقدروا يعملوا شيء، لأنه حاطين الكاونتر تبع استرسا، فهيك كان فيك تقول انه ربحنا دور الزيادة بلاش. نعمل الكاونتر ونحاول نقتله، نحاول نقتله. لا تبدأ يعمل ريفايف، هاي ممتاز خلصناها. يعني انتو شفتوا كينج فادنا، بس استرسا لحاله بكفي. فيكم تحطوا تشاندلر، فيكم تحطوا اللي بدكم اياه. هاي مرحلة ال11. المرحلة رقم 10 كانت ضد هاي شو بتعمل؟ ريكفر increase heroes max HP. هدول بيرفعوا الاكس بي اتش بي تبعهم كثير بما نحاول نقتلهم بالتيميت. فاعتقد فيك تجرب اكثر من تيم. جرب تيم بان، راح يكفي تيم بان. اذا ما كفى حط اسكنور. يلا نحط اسكنور. عرفت شو التيم اللي حامله. بس اعتقد احسن تيم لهي المرحله هو تحط مليوداس، لوز فين مليوداس، وتحط اهم شيء تحط بيعمل اي وي دامج وبيضرب الكل. ويكون بيتنك، لانه هن حيعملوا هنا دامج مرعب. هلا شوفوا، مشان هيك احنا شو حنعمل. يمكن تحط انا، لا تصدق والله ممكن ينفع كمان كينج، فيستيفال كينج نجربها. يلا نجربها. وهون راح نحط، لا بدنا احنا بشري، مشان هيك بقى احط كده احط اسكانور دوان. وينو دوان؟ هيكو نحط دوان ونحط عليه مارلين. وهون نحط فراودرين. وين فراودرين؟ أزرق تحت بنلاقيه. ليكو نحط فراودرين ونحط هون هاد. خلينا نشوف راح ينفع ولا لا. يمكن ما ينفع ترى، بس إذا نفع ممتاز. أنا حط أتنك اثنين عندي بالتيم. لهون نعمل هيك. مين كنت حاطط عليه؟ نحط له هذا مشان ما يموت. لا نحط له هذا. اوكي اتش بياتهم حلوه. نحط اتش بي فود ونجربها. زبطت ما زبطت راح نبدل ونحط معانا تارميل. تارميل طبعا خلي اتش بيك فوق، خلي السي سي تبعك فوق ال 200,000 مشان تلعب اول شيء انت. لكن المفروض نحط ايفيجن فود اعتقد. لا بس هيك منيح. مشان شو نعمل هيك؟ نعمل هيك، نعمل هيك. هاي حطينا على حالنا اتش بي زيادة مشان ما يقتلونا. اهم شيء مثل ما قلت لكم تخلوا فراودرين وتحطوا اقوى اثنين عندكم بيضربوا دامج. مشان شو لما يقتلوا فراودرين تقدروا تجيبوا التيات الاثنين الثانيين. يا رب ما يقتلوا هلا يقتلونا. يا ميت ايه كده ساي، بس حاجه هو منيح. وهيك هلا جبنا التي بالاثنين. باول شيء بنعمل التي بان
بعدين بنعمل التي اسكانور، بعدين بنضرب ضربة بان، هي قتلناهم. خلصت، هاي هي الطريقة. طبعا اعمل لك يعني، انت اذا بدك حط ايفيجن فود مشان ما يضربوك ضربات وتموت فريقك يموت. وثاني شيء الافضل اذا عندك ترميل 6 6 تحطه مشان تحط الدفاع، وساعتها ما حيدمجوك كثير. وتحط مثلا لوزفين، اسولت ميليوداس، اي شيء بيعمل اي او اي دامج بقى. بس هون بكون وصلت الفيديو اليوم، ارجوكم استمتعتوا فيه. استمتعتوا فيه لا تنسوا لايك للفيديو، شكرا على كل جديد مني، وشكرا على خير فيديوهات تانية. مع السلامة.